مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامج التغطيه الصحيه للجميع واللي كيقدموا لكم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الحلقه ديال اليوم غنطرقوا فيها لدور مكاتب القرب في ايداع ملفات التغطيه الصحيه. معنا اليوم السيده فاطمه منيب، المديره الجهوي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. منيب، مرحبا بك. اهلا بك سي ترابي، وكنشكرك على الدعوه. كنشكرك والحضور ديالك معنا. اذا تكلمنا في حلقات سابقه على مكاتب القرب المعتمده من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والدور ديالها في عمليه تسجيل العمال غير الاجراء، وعرفنا ان عندها دور كذلك في عمليه ايداع ملفات التغطيه الصحيه. واش ممكن تكلمي لنا على هذه العمليه هذه؟ بالفعل سي ترابي، كاينين هناك مكاتب قرب اللي هي معتمده ومهيئه من اجل كذلك استقبال ملفات تعويض عن المرض، حيث ان العمال غير الاجراء وكذلك اجراء القطاع الخاص واصحاب المعاشات يمكن لهم يحطوا الملفات ديال التغطيه الصحيه ديالهم او استرداد مصاريف العلاج في مكاتب ديال القرب. هذا اجراء داروا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار تقريب الخدمه من المؤمنين ديالهم وتسهيل الحياه عليهم. واش جميع ملفات التغطيه الصحيه ممكن ايداعها في مكاتب القرب او لا كاين شي شروط؟ الملفات ديال التغطيه الصحيه اللي يمكن ايداعها في مكاتب القرب هي الملفات اللي ما كيتجاوزش المبلغ ديالها 4000 درهم، ولا بد ما نشيروا بان الملفات اللي كتوضع في هذاك المكاتب ديال القرب هي كتخضع لنفس الطريقه ديال المعالجه وكيتم استردادها بنفس الطريقه اللي كتستافد منها الملفات اللي توضعت في وكاله الضمان الاجتماعي. ولا بد ما نشيروا بان هذه العمليه ديال ايداع ملفات ديال التغطيه الصحيه عبر مكتب المعتمد هي عمليه مجانيه تماما. لالا موني فاطمه، المديره الجويه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهه الرباط سلا، كنشكرك الحضور ديالك معنا، كنشكرك على الاجابات ديالك كامله. مشاهدينا الكرام، كنشكركم مره اخرى لتتبعكم. الى عندكم شي اسئله او استفسارات ممكن ارسالها على رقم البرنامج اللي كيظهر اسفل الشاشه او ارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج. نشكركم مره اخرى والى اللقاء في حلقه مقبله.